طيب عايز اسالك عن رايك في كاس الامم الافريقيه الاخيره لو كنت شاهدت بعض المباريات فيها. نعم لقد رأيت بعض المباريات وأعجبتني كثيرا، وكان هناك نهائي عظيم جدا، وأعتقد أننا سنفر مثل هذه المباراة في تأهيل كأس العالم. بالضبط، مصر والسنغال هتكون مباراة أخرى في تصفيات كأس العالم. رأيك إيه في هذه المباراة ورأيك إيه في أداء منتخب مصر على مدار البطولة؟ ولكن اعتقد انهم سوف يقدمون عرض مشابه، وطبعا بشخصيه صلاح الرائده التي مارسها، واعتقد اننا واعتقد اللعيبه التي يحاطون بهم سوف يكون عندكم منتخب جيد جدا، ولكن يجب عليهم ان يفوزوا، لابد ان يفوز احد الفريقين طبعا لانها منافسه قويه جدا. واعتقد اذا كانت مصر تريد ان تدخل كاس العالم لابد ان تفوز في المباراه القادمه، فهي مباراه مهمه جدا للمنافسه للحصول على مقعد في كاس العالم. مواجهه كبيره بين محمد صلاح وساديو ماني، تتوقع مين يفوز بيها؟ لقد راينا كره القدم فانه عمليه معقده جدا، فان كان في نهائي كاس افريقيا وصلنا الى ضربات الجزاء، وبالتالي كنا نعرف من الذي سيفوز، ولكن كانوا يؤدون اداء جيد، وبالتالي قد نرى مثل هذه المباراه في تصفيه لكاس العالم، لانها مباراه تستحق المشاهده، ولكن سوف يكون هناك الكثير من المعاناه في تلك المباراه. طيب.